تصنع في هذا الكتاب؟ أقل شيء تقرأ في هذا الكتاب تقرأ مقدمة الكتاب وفهرس الكتاب المحتوى للكتاب. نعم. لماذا؟ حتى تعرف محتوى الكتاب، تعرف الغرض من تأليف الكتاب، مصطلحات الكتاب، ما يحتوي هذا الكتاب. لا يمكن أن تضع الكتاب في المكتبة في بيتك دون أن تعرف ما فيه أو أقل ما فيه الفهرس. نعم. يعني ماذا نريد ندرس في هذا الكتاب؟ ندرس أشياء خمسة. المسائل الأربع. والمسائل الثلاثة. ولماذا ندرس التوحيد؟ شرح الأصول الثلاثة ما يسأل عنه الإنسان بعد موته. وخاتمة الكتاب. المسائل الأربع. المسائل الثلاثة. أهمية الدراسة. شرح الأصول الثلاثة ما يسأل عنه الإنسان في قبره. ثم خاتمة الكتاب. هذه مقدمة للدرس. إذن الآن نعيد ما أخذنا. نعم، ماذا أخذنا؟ أخذنا أسئلة خمسة. السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني، لماذا ندرس هذا الكتاب؟ أسئلة القبر ما يسأل عنه الإنسان بعد موته. ما هي الأصول الثلاثة؟ من ربك وما دينك ومن النبي. ما الفائدة والثمرة الإجابة عن أسئلة القبر؟ محتوى الكتاب قلنا يحتوي على أقسام خمسة. المسائل الأربع. المسائل الثلاث. أهمية الدراسة، دراسة التوحيد والإسلام. شرح الأصول الثلاثة. خاتمة الكتاب. والله أعلم. والله أعلم. نعم.